عزة والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقة. حقيقة ايه؟ اصل عمي خد عقد سعر تعبوني. اخرس! جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده. انت فاهم انك جاي التكية بتاعت المرحوم. انت جاي هنا تتسجن عارف ليه؟ انت عالي على المجتمع. انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة. فاهم يا ولا؟ ولا! انا انت عارف السجن كويس؟ لسه ما صفقتش المكان. بتقول ايه يا ولا؟ لسه ما صفقتش المكان. انت مخبي موس في بقك يا ولا؟ اخبي موس في بق ليه؟ شعر دقن بيطلع لجوه. يا ولا الصور اضحك يا ولا! ده عارف ده ولا ايه؟ اخرس! انت عارف يا ولا التواليتات بتاعت السجن؟ التلاوت دي الكبانيه ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانيهات السجن كبانيه بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده احنيهم وارضعهم وانلمهم في سربريرهم. يا ولا الحنان ده كله يا ولا. يا قلب الام ده. يا قلب الام ده يا ولا. سيبه انت خليك معايا انا يا ولا. يا ولا الحنان ده يا ولا. انا هعمل قطعه بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده. ايوه تعطل بقى تجيني هنا اجيلي خانع. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرفعك. أذى حطها في جيبك وسك من بوكمون. سك من بوكمون؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني أنا مش عارف يعني يا رب من الكل من أنا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا غسيلي الغسل كسر ايديا والشطيف حلو في عينيا والصابون جوه في عينيا علشان اغسل انا لا 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 اغسل لا 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 اشطب